الله تعالى وبركاته يا أبنائي. اليوم سنتعرف على آلية ترتيب الأعداد، وطلب منكم ترتيب الأعداد ترتيبا تصاعديا. ما هو الترتيب التصاعدي؟ تصاعديا معناها سأصعد، سأصعد يا أطفال، يعني من أصغر عدد إلى أكبر، يعني من أصغر عدد إلى أكبر، إلى أكبر عدد. الترتيب التصاعدي من أصغر عدد إلى أكبره، ونستعمل الرمز أصغر، ونستعمل الرمز أصغر. آلية الترتيب يا أعزائي، آلية الترتيب. أقدم لكم الأعداد 92 ألفا، 92 ألفا، 83 ألفا و600 وواحد، 8000 و400 وواحد، 86 ألفا وواحد. هذه هي الأعداد، هذه هي الأعداد. أعطيكم سرا صغيرا لترتيب الأعداد يا أعزائي، فلكي نرتبها ترتيبا سليما نكتبها كتابة عمودية، نكتبها كتابة عمودية باحترام مراتب الأعداد، باحترام مراتب الأعداد. لاحظوا معي جيدا، أعيد كتابة الأعداد كتابة عمودية في ورقة مسودة أو في دفتر المحاولة ليسهل علي ترتيبها. لاحظوا معي جيدا، أعيد كتابة الأعداد. أول عدد هو 92 ألفا، هما 92 ألفا. ثاني عدد هو 83 ألفا، 83 ألفا و600 وواحد. ثالث عدد هو 8400 وواحد. ورابع عدد هو 86 ألفا وواحد. لماذا كتبت هذه الأعداد عموديا؟ لكي يسهل علي ترتيبها، لكي يسهل علي ترتيبها، وألاحظ عدد أرقامها لاحظوا الأرقام بآخر المراتب،
تبقى في الترتيب 83 ألفا و600 مراحل. ندور أصغر، ندور